تحت شعار الجزائر عاصمة الشريط المرسوم، انطلقت فعالية الطبع 11 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم بمشاركة قرابة 100 رسام من 17 دولة. كندا ضيف الشرف. وفدنا متكون من 12 مؤلفاً، أغلبهم يشارك لأول مرة بمهرجان الجزائر، وقد شرعنا في خلق علاقات مع رسامين جزائريين زاروا بدورهم من قبل كندا. ومن خلال ما نعرضه في هذه الطبعة سنبرز أعمالنا بإمضاءات على الكتب، ولنا نشاطات أخرى موجهة للجمهور في مختلف الأعمار. الطبعة عرفت تنظيم فضاءات مفتوحة ببهو رياض الفتح، وفرصة لاحتكاك المؤلفين الشباب مع من كانت لهم الأسبقية في الفن التاسع. Parce que ça reste, les bouquins restent. Mais les films, ils partent, mais ils sont chez nous. Mais ça, il reste pour les enfants, pour les... Ils les îles. هذه أول مشاركة لي في مهرجان في بدأ. إن شاء الله راني ربحت المركز الأول في المسابقة هذه. أنا من هواة البونديسيني يعني من صغري. هذه الحاجة اللي شجعتني أني نشارك في المهرجان هذا. 5 أيام ستكون فرصة ليستمتع فيها عشاق الفن التاسع بمختلف ما جدت به أقلام فنانين جزائريين وأجانب.